صباح الخير. أرى أنكم ما قد صرتما أصدقاء، هذا أمر طيب. لم أتخيل أن ترتاح قمر للحصان الجديد. إن ليل حصان ذكي وأصيل، أليس كذلك يا قمر؟ كأنها تفهم الكلام. هل تنوين الخروج اليوم يا سلمى؟ أرى من الواجب يا أبي أن أزور صديقتي القديمة زمرودة وأواسيها في محنتها. بارك الله فيك يا ابنتي. هيا يا ليل، أمامنا قضايا كثيرة. هل سرقت مقبرة الصائغ ياقوت؟ نعم. لا، إياك أن تكذب. أمرك يا سيدي. هل انتهكت حرمة القبور ونزعت أسنان الميت وسرقتها؟ تكلم. نعم، ولكني لم أجد عملاً شريفاً فاضطررت إلى السرقة. هذا ليس بعذر. ألم تعفو عن سارق الدجاجة؟ سرق طعاماً ليأكله، أما أنت فتسرق والطعام يملأ جريبك. والأدهى أنك تستهين بحرمة الموتى ولا تتعظ وأنت في ذلك المكان الجليل ترى بعينك مصير كل حي. حكمت عليك بالسجن. هيا أسرع يا وديدة. ما قصة اليوم؟ قصة السيدتين سارة وهاجر. هل يمكنني الاستماع معك؟ أسأل أبي. أسمعكما، لا مانع يا وديدة. ولكني لم أحضر القصة من بدايتها. سأروي لك ما فاتك منها. خطف الملك سنان السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأراد لها السوء 3 مرات، لكنه في كل مرة كان يحس بألم واختناق. يستحق، هذا أقل عقاب لأمثاله. واضطر الملك سنان لإطلاق سراح أسيرته الغالية ووهبها جارية كانت في الأصل أميرة، هي هاجر المصرية. عظيم، أنت تقصين أفضل مني. العفو يا أبي، هذا لأني تلميذتك. حسناً، وبعد ذلك صارت العظيمتان سارة وهاجر في طريقهما. وعملت السيدة سارة جاريتها هاجر كأختها الصغيرة أو كابنتها. هذه النباتات ستفيدك كثيراً بإذن الله. لعلها تشفيني. الأصح أن نقول لعلها تكون سبباً في الشفاء، لأن الشافي هو الله وحده. ما أجمل دينكم. الحمد لله أن هدانا للإسلام وأرسل لنا خليل الله إبراهيم. خليل الله، يا له من لقب عظيم لم أسمع به من قبل عند أي كاهن. الكهان يا ابنتي. ابنتك؟ لم يمن الله علي بالإنجاب، وقد ارتاح قلبي لك يا هاجر. هذا من حسن حظي يا سيدتي. كنت تقولين شيئا عن الكهان؟ لا أحبهم، فهم يكذبون ويخلطون الحق بالباطل والعلم بالخرافة. هذا صحيح، ألن ترتاحي قليلاً؟ سأرتاح عندما تأكلين وتستردين عافيتك بإذن الله. لا تنسايا شيئاً، واحرصا على الأثواب الحريرية. أمرك يا سيدة والها. أهنئك على هذا الحظ. أي حظ؟ عن أي شيء تتحدثين؟ لقد سمعت أن زوجك لوط قد بعثه الله نبياً ليدعو إلى عبادته في أرض سدوم وعمراء. نعم، وسنمضي أغراباً إلى هناك. أنا أيضاً أسلمت بالأمس لرب العالمين. يا له من إحساس طيب. طيب، طيب، أسرع بإعداد المؤن. أوشكنا على الانتهاء. كنت أهاب الوقوف بين يدي سيدي إبراهيم لأعلن الإسلام، وإذا به يبتسم في وجهي. ألن تتوقفي عن الثرثرة وإضاعة الوقت؟ لم أقصد، آسفة. احمل الصناديق إلى الجمل، سأمضي أنا. يا لها من امرأة فظة، كيف يكون لنبي الله لوط زوجة كهذه؟ لا يصح أن نقول عنها سوءا في غير حضورها، هذه غيبة، هكذا علمني نبي الله إبراهيم.
ألن يعود سيدي إبراهيم إلى خيمته في هذا البرد الشديد؟ إنه معتاد على هذا يا هاجر، يستيقظ في جوف الليل فيصلي لله ثم يتم التسبيح في الخلاء، ويستوي عنده الحر والصقيع. نحتاج إلى شيء من الطعام. أستحلفكما بالله أن ترتاحا، سأذهب أنا لإعداد الطعام. كان لوط يؤنس سيدي إبراهيم في تلك الليالي، وكان يعتبره ولده. نعم أعرف هذا، لابد أنه يشتاق إليه كثيرا. هل لي أن أبوح لك بسر؟ بالطبع يا أمي وسيدتي. أشعر أنني مقصرة مع زوجي إبراهيم، فهو يرفض أن يتزوج بأخرى إكراما لخاطري، وأنا لا يرضيني أن يبقى دون ذرية. إن هذا حق أي رجل عادي، فما بالك بنبي الله وخليله؟ وما ذنبك أنت يا سيدتي؟ هذا أمر الله وله في ذلك حكمة. بكل تأكيد، لقد أراحني أن أتحدث معك. لا أدري بماذا أجيب. كنت بالأمس أميرة يؤلمها الأسر وتبكي لضياع ملكها، والآن أحمد الله على ضياع الدنيا الزائلة وفوزي بصحبة امرأة مثلك. ما أطيب كلماتك وأرقها، أنت مفطورة على الإسلام الصحيح يا هاجر. الحمد لله على الدين الحنيف ملة إبراهيم عليه السلام. تقبل الله منك يا هاجر. منا ومنك يا صاحبة الفضل. أريدك في أمر مهم. مريني يا سيدتي. لقد قررت أن يتزوج نبي الله إبراهيم ليرزق بالذرية الصالحة. هذا تصرف في منتهى النبل والرقي. تعجب الخليل من الفكرة في البداية، وعندما أصررت وافق وفوضني أن أختار له الزوجة. هذه مهمة صعبة، كيف تجدين من تستحق هذا الشرف؟ وجدتها بفضل الله تعالى. الحمد لله. ألا تريدين معرفتها؟ بل أطوق شوقاً لمعرفة سيدتي الجديدة. إنها أنت يا هاجر. أنا؟ ولكن أترفضين الزواج بنبي الله إبراهيم؟ معاذ الله، إنما لا أحتمل المفاجأة. لقد أسرني الملك وأسرك أنت أيضاً، وكان ظاهر الأمر شراً لنا وباطنه فيه الخير، لنتعرف ونتحاب ونتشارك في شرف الزواج بخليل الله إبراهيم. لن أنسى فضلك هذا ما حلت. وتزوجت السيدة هاجر بنبي الله إبراهيم كما أرادت لهما سارة الصالحة، وأنجبت هاجر صبياً كالبدر هو إسماعيل عليه السلام. يا له من جو عاصف، نجنا يا الله. لا أدري كيف يسافر نبي الله إبراهيم في مثل هذه الظروف. إنه مأمور يا نيرة من رب العالمين. ولكني أخشى على سيدي إسماعيل، فهو لا يزال رضيعاً. هاجر امرأة ذكية وفطنة، وستقدر على رعاية وليدها بإذن الله. الحمد لله هدأت العاصفة. الحمد لله. اللهم كن مع إبراهيم وإسماعيل وهاجر وبارك لهم في رحلتهم. اشتقت إلى مداعبة سيدي إسماعيل ورؤيته وهو يبتسم. وأنا والله أكثر منك، إنه وليدي الذي لم أنجب، وهو دعوة الخليل إلى ربي. اللهم بارك لنا فيه واحفظه من كل سوء. ووصل نبي الله إبراهيم وزوجته وولده الرضيع إلى جبال مكة المباركة، وهناك قرر ما أدهش زوجته، سيتركهم وحدهم ويمضي إلى حيث يؤمر. يا زوجي وسيدي، كيف تتركنا في هذا الوادي المقفر وحدنا؟ لا يوجد هنا زرع ولا ماء. أجابها النبي الكريم
أنه من يسكن مع الله لا تشغله أمور الدنيا. هل أمرك الله بهذا؟ قال النبي الكريم: نعم. إذن فالله لن يضيعنا. سار خليل الله إبراهيم مسرعا، وعندما اختفى عن وجه زوجته وحبيبته هاجر تضرع إلى ربه وقال: يا رب، إني أسكنت أهلي في أرض لا زرع فيها ولا ماء، ولم أترك لهم إلا رحمتك. آه يا الله، سيدتي ماذا بك؟ الحمد لله، كان حلما. هل لي أن أسألك عنه؟ رأيت حبيبي إسماعيل يبكي ويتضور جوعا، وصدر هاجر لا يستطيع أن يطعمه. خيرا بإذن الله، لا تشغلي بالك، إنه مجرد حلم. نفد الماء والغذاء من السيدة هاجر، وكان ولدها إسماعيل يبكي بشدة من الجوع والظمأ، فتركته في مكان ضليل وسط أشعة الشمس المحرقة. أيها الناس، ألا يوجد أحد هنا؟ وهبطت من جبل الصفا مهرولة إلى جبل المروة. أيها الناس، أدركوني! وعادت مرة أخرى إلى جبل الصفا. معي طفل صغير يكاد يهلك. وظلت هاجر تعدو بين الصفا والمروة حتى أتمت 7 أشواط واستبد بها التعب. يا الله، أهي حقيقة أم سراب؟ إنه الماء، لم أذق في حياتي أطيب منه. أأنت يا حبيبي الصغير من حفر هذه البئر بقدمي؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لك. انظر يا جرهمي، كيف يأتي الطير إلى جبال بكة القاحلة؟ لابد أنه وجد أثراً للماء. إذن هيا بنا لنشرب ونتزود من الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. إذا نحن نسعى بين الصفا والمروة في الحج إحياءً لسنة السيدة هاجر؟ نعم، هو تكريم من الله لها ولكل النساء الصالحات، إذ جعل من سعي هاجر فريضة من فرائض الحج على كل مسلم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وماذا فعل القوم الضخام مع هاجر ووليدها؟ تقصدين العماليق من بني جرهم؟ نعم، ذهبوا إلى حيث حط الطير على زمزم. زمزم! زمزم! نعم يا حمص، ماء زمزم الطيب الطاهر هو ما جذب القوم العماليق، ولكن هذه حكاية طويلة. أرجوك يا أبي. أرجوك أنت، أمهليني وقتا للراحة. لا مانع، على أن تكمل لنا القصة في الغد إن شاء الله.